ظروف الحياة الصعبة أجبرت صفوان الشاب الثلاثيني على مزاولة العمل الشاق بنقل وإيصال البضائع بين شطري الموصل بأجور زهيدة لا تتجاوز دولارا واحدا في كثير من الأحيان. عندي عائلة ثلاث بنات برقبتي، نهار لا اشتغل اكل، نهار ما اشتغل حتى نام بالعشاء. دولار صعدوا على المواطنين، جت كورونا قعدنا لا شغل ولا عمل، ورحنا قاعدين من الايمن قاعد نجي على اليسار قاعد ندور لقمه عشنا، لا مال اكل، نجي هنا نشتغل. وتفاقمت أزمة الفقر في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها البلد، وفي محافظة نينوى تجاوزت نسبة الفقر 40% حسب الإحصائيات الرسمية. زادت نسبة الفقر بعد احتلال عصابات داعش للمحافظة، ومؤثر هذا الاحتلال من دمار للبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والذي أدى إلى انخفاض قيمة الدخول. ارتفعت النسبة من 23% إلى 40% من السكان حاليا يعيشون تحت خط الفقر، وبذلك يكون العدد بحدود 1.8 مليون مواطن. ويذهب اقتصاديون في تعليل حالة الفقر في نينوى إلى سوء السياسة الاقتصادية للحكومتين المركزية والمحلية بسبب تفشي الفساد والبيروقراطية التي تمنع إقامة المشاريع الاستثمارية. هناك تلكؤ في ملفات الإعمار، هناك تلكؤ في ملفات الاستثمار، هناك عدم يعني جدية في استقطاب المشاريع الاستثمارية كما وعدت كثير من الأطراف والجهات. بالرغم من وجود رؤوس أموال مستعدة للاستثمار في محافظة نينوى، إلا أن الجهد الحكومي لا يرقى إلى مستوى الفرص المتاحة اليوم أمام محافظة نينوى. نينوى حقا تعيش في حصار اقتصادي. وفيما تحتفي دول العالم بيوم للمساواة والعدالة الاجتماعية، يبقى العراق وبحسب متابعين بعيدا عن تحقيقهما لإنصاف مواطنيه اقتصاديا واجتماعيا، حتى بلغ الأمر تعامل الحكومة بمكيالين بين محافظة وأخرى. العراق وقع على مواثيق دولية المفروض أن يلتزم بها، وخاصة فيما يخص قوانين العمل، قوانين حماية المواطن، قوانين متعلقة بحقوق الإنسان، لكن للأسف اليوم نرى بأن هناك تمييز من قبل الحكومة العراقية بين المحافظات، بين الأفراد، بين التسميات. ومع مخاطر ارتفاع معدلات الفقر في العراق، ينصح اقتصاديون الحكومة الاتحادية بالبحث عن بدائل اقتصادية من خلال استقطاب الاستثمار الأجنبي والعربي، والحد من سطوة الأحزاب التي تدفع باتجاه إبعاد المستثمرين ورجال الأعمال والاستثمار بموارد البلد. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.